مع الفقرة الحاسمة في الختام. أنا أحب أقولكم أن هذا كان حلم كنت أتمناه من زمان، من أول ما التحقت في الجمعية الكويتية لاختلافات التعلم من 2008، أني كان حلمي أني أنا أحقق رغبة الأهالي في أنهم دائما يحاتون من مستقبل أبنائهم، والحمد لله يعني الحين إن شاء الله تحقق هذا الحلم. مع الفقرة الحاسمة مع الدكتور طارق الشطي مدير الهيئة العامة لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي لبى مشكورا دعوتنا في الحلقة النقاشية المفتوحة والإجابة على أسئلتكم. مع الدكتورة فاطمة العوضي نائب رئيس الجمعية الكويتية لاختلافات التعلم واستشاري الطب التطوري. مع الدكتورة هدى شعبان منسق خدمات الاحتياجات الخاصة في الجامعة الأمريكية في الكويت. مع الطالبة الحبوبة، مع سارة البطي وتحدث لكم عن تجربتها مع الصعوبة، والأستاذة أمال الساير رئيس الجمعية الكويتية لاختلافات التعلم ستقوم بإدارة الجلسة النقاشية. إن شاء الله يتحقق حلمكم وتعرفون مستقبل أبنائكم. بسم الله الرحمن الرحيم، رحب فيكم جميعا أولياءنا الأمور. احنا سعيدين اليوم ان احنا تمكننا من تنفيذ هذا اللقاء وشرفتونا اليوم. ان شاء الله نتمنى ان نكون قادرين على الإجابة على جزء، احنا ندري ما راح نقدر نجاوب على كل الأسئلة، لكن ان شاء الله نقدر نجاوب على جزء من الأسئلة للأمور اللي تشغل بالكم، واحنا منكم وفيكم، احنا أولياء أمور مثلكم. وأحب بداية أني أرحب بضيوف الحلقة النقاشية، الدكتورة هدى نهاد شعبان رئيسة قسم التطوير والتدريب في الجمعية الكويتية لاختلافات التعلم، وكذلك تمثل الجامعة الأمريكية، بالإضافة إلى ضيف الشرف نعتبره الليلة معانا دكتور طارق الشطي مدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، وحبيبتنا ونائبة الرئيس في الجمعية الكويتية لاختلافات التعلم واستشارية الطب التطوري دكتورة فاطمة العوضي، وبنتنا الحبيبة سارة البطي. احنا يعني اللي فخورين فيها وانا بخليها هي تبتدئ، لان احنا نعتقد انها تقدر تعطي شعلة من التفاؤل والامل لكل اولياء الامور، لانها تعتبر قصة نجاح. تفضلي حبيبتي سارة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية أحب أني أشكر الجمعية الكويتية لاختلافات التعلم أن أعطتني الفرصة أني أقول لكم مشكلتي ومشكلة ناس مثلي. معاكم سارة البطي طالبة صعوبات تعلم، عرفت نفسي من يوم 3 ابتدائي ما أعرف أقرأ وأكتب، بالرغم من أن أمي بذلت معي مجهود قوي حيل وكبير، وحطت لي مدرسين خصوصيين، وكانوا لما يوقفوني أجاوب كانت تلفظ لي بكلمات كنت حيل تضايق منها، وكانت حتى تطقطقني بالمسطرة كذينة، يعني ليش قاعد تجاوبين غلط، وكرهتني بشيء اسمه مدرسة صراحة. وعديت المرحلة الابتدائية لأنه ما كان أصلا في سقوط ونجاح وما كان في امتحانات،
بدأت مشكلتي عدل لما رحت المتوسط لأن كثرت وتنوعت المناهج، بس ما كنت أعرف أميز بين حرف السين والشين، الحاء والجيم، وحرف الواو بالعربي أقلبها حرف الإي بالإنجليزي، وهني بدأت مشكلتي عدل. لما قدمت امتحان في الصف الخامس طلعت بنتيجة، طبعاً زي مني أني طلعت بمادة واحدة بس دور ثاني، بالرغم من أنه قاعدة أدرس وأبذل مجهود وأمي حاطة مدرسين خصوصيين وهي مجابلتني بشكل ما يوصف، وأعتقد لو أعطي أمي الامتحان كان خذت امتياز وهي مقمضة، وأنا أدرس أضعاف مضاعفة وأشوف زميلاتي وإخواني يدرسون بس ما يدرسون كثري، وهم يأخذون درجات حيل عالية وأنا كنت أدرس أكثر منهم بس درجاتي حيل منخفضة، وحسيت أن عندي مشكلة غير مشكلتهم يعني. وطبعا هذه المشكلة عيشت بيتنا بأزمة لأن أنا طول هالفترة امتياز وكذي، لأن أصلا ما كان في زوم على الدراسة، لكن الحمد لله الله يسر واشتغلت أختي في الهيئة العامة لذوي الإعاقة، وهني عرفت أن في أكو ناس ذكائهم حيل عالي ومرتفع بس عندهم مشكلة في الدراسة. لما سووا الاختبار الذكاء طلع من تشخيصهم أن عندي مشكلة في الدسلكسيا وديسغرافيا سوري، وهني بدت في مشوار التغير. دخلت في مركز تعليم وتقويم الطفل وهو خاص في صعوبات التعلم، ولقيت في ناس تعرف شلون تساعدني صح عشان أتعلم عدل، وعندهم طريقة ما حد علمني مثلها، وكان في حصص فردية عشان يعطون كل طالب حقه في التعليم وتقدير الطالب بصورة كبيرة ويحسسونه بقيمة ذاته ويقرون لنا الامتحان ومتابعة دائمة. بعدين حطيت لي هدف ان المعاناة اللي انا عانيتها ما بي احد ثاني يعاني مثلي يعني، فدخلت كلية التربية الاساسية وتخصصت التربية الخاصة عشان اعرف يعني اقول حق الناس ان انا مختلفة ماني متخلفة، وهذا الشيء بالنسبة لي راح يغير من حياتي وايد وحياة ناس محتاجة طريقة مختلفة بالتدريس عشان يبدعون ويتفوقون بدون اي ضغط نفسي لا للطالب او للاهل، لاني مرة في بتجربة وعارفة استراتيجية اللي راح تبرز الجانب الإيجابي فيهم والمختلف. وودي أقول لكم قللوا من التوتر اللي يتعرض للطالب بالمدرسة، وأقول لكم بعض الأساليب اللي اتبعوها أهلي معي. أول شيء حسسوا طفلكم أن هذا شيء طبيعي وما يقلل من قدراته ولا من ذكائه، وابنوا في الثقة وعطوه الدافع حق العمل والإنجاز. ثاني شيء لازم يعني تفهموا خصوصية هذا الاضطراب بشكل دقيق ومحاولة التغلب عليها بناء على الخطة اللي بحثتوا عليها، ويمكن الاستعانة بمختصين، والشيء الأهم أنه لازم التدخل مبكر، أن كل ما كان العمر صغير كل ما كان التدخل أسرع وأحسن. وثالث شيء طلب المساعدة المهنية اللي يمكن أن تساعد الطفل على العودة إلى المسار الصحيح أو حتى تحسين من مهاراته. وشكراً. شكرا لك حبيبتي ساره. بدايه انا احب اودي بالاسئله عشان ما تاخذ من وقتكم الكثير ولا وقت ضيوفنا الكرام. السؤال الاول موجه للدكتور طارق الشطي، يتعلق ماذا قدمت الهيئه العامه لشؤون ذوي الاعاقه ما يتعلق بحقوق الطفل الذي يعاني من صعوبات في التعلم سواء الماديه والتعليميه. يا ريت تعطي. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أما بعد اسمحوا لي بأن أتقدم جزيل الشكر لجمعية الجمعية الكويتية أو إدارة الجمعية الكويتية لاختلافات التعلم على دعوتهم لنا واستضافتي اليوم وتواجدي معاكم للاستماع ومحاورتكم في عملية لأي سؤال يطرح في شأن أو فيما يتعلق بالهيئة العامة لشؤون المعاقين. أما الهيئة أمانة يعني كما تعلمون أنشئت الهيئة مع إغرار مرسوم قانون 8/2010، فمع إنشاء الهيئة كان للهيئة رؤية ورسالة وهي متابعة وإشراف وتخطيط لتقديم أفضل خدمات فيما يتعلق من النواحي التعليمية والصحية والنفسية والاجتماعية والتأهيلية. فهو المفهوم هذا بشكل عام هو مفهوم فيما يتعلق أختي الدكتورة اللي فيما سبقتني الجزاف أتوقع أبرار الجزاف فيما يعني ذكرت في عملية الـ Education Inclusion، احنا نقول Total Inclusion، هو الاندماج المجتمعي الكامل، والـ Education هو جزء من الانكلوجن الشامل والكامل. فلذلك احنا طبعا كهيئة احنا هيئة متابعة وتخطيط وتنفيذ، عندنا قانون ونطبق هذا القانون. القانون 8/2010 ينص في مادة 9 ومادة 10 كان يخص في الأشخاص ذوي الإعاقة،
ولكن ارتأت آنذاك الهيئة أن لابد تقديم بعض الخدمات، وإن كان في هذه النصوص في 19 نص على الدولة وليس الهيئة، هي الدولة. فلذلك احنا تكلمنا كثير، انا من ساعة استمع بس اشوى، قلت بخلوني اخر واحد اساسي يصير الضرب علي، بس ان شاء الله ما يصير الضرب علي. ال- 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 احنا نتكلم عن من ساعة تكلمنا عن امور كثيرة، وانا السؤال اللي طرحته كان لي مغزى منه في عملية هل يوجد ناس، انا اقصد هل يوجد التضافر المؤسسي الكامل؟ هل المؤسسات الدولة والقطاع الخاص قاعد تقوم دورها اتجاه هذه الفئة؟ هل احنا في قارب واحد قاعد نسأه لتحقيق ما هو افضل لهذه الفئة؟ هل احنا ننتظر نعاني ونستفسر ونسأل نفس الأسئلة سنويا؟ ام عندنا خطة استراتيجية واضحة بتضافر الجهود، بتحقيق معايير، بتحقيق امكانيات، كوادر وطنية قادرة، ثقافة مجتمعية عند أولياء الأمور وعند المختصين؟ وعانينا من تخصصات كثيرة. أنا آسف شطيت عن السؤال، بس بحبيت أوضح هذا الأمر. يا جماعة ترى عندنا دور كبير، وأنا يعني وعوذ بالله يعني مسكنا الهيئة حسيت أن دورنا كبير جدا في عملية التضافر. لذلك المؤسسات بما فيها كل المؤسسات، المجتمع المدني، الحكومي، الخاص، كلنا ترى لنا دور اتجاه جميع الفئات، ما أبي أقول جهة صعوبات التعلم فقط. فلذلك لابد أن نحط لنا رؤية واضحة وإمكانيات موجودة عندنا الإمكانيات، ولكن ينقصنا إحنا في الكويت للأسف، أنا رأيي الشخصي الجانب التنفيذي. نحط خطة ونفذ، خطة ونظر، هذا الكل قادر عليها، خطة ونفذ حتى أوصل لهدفي، وذيك الساعة أنا أقول تعال والله حاسبني. فلذلك كل مؤسسة فينا لابد تطلع خطتها التنفيذية واضحة. أنا لاموني بالخطة، قال دكتور صار لك شهرين بتطلع استراتيجية، مع أن الدكتور قلت لهم بطلع استراتيجية بلزم نفسي فيها، إن أخفقنا فإحنا ما نستحق أن نقوم لخدمة هذه الفئة. والله الحمد كتيب راح يوزع على جميع مؤسسات المجتمع المدني بما فيها الحكومي والخاص أن هذه استراتيجيتنا، هذه تنفيذها، ها، ونتحاور ونمشي مع بعض ونحط ايدنا ببعض. اما فيما تقدمه باختصار، بما تقدمه الهيئة الان هي تدعم فئة صعوبات تعلم الى غاية 18 سنة، واذا استمروا بالدراسة الى غاية 26 سنة. عندنا قاعد نمنح بعثات دراسية، عندنا لجنة مع التعليم العالي، هذه اللجنة عندنا 10 مقاعد حاليا، قاعد نحاول نوصل إلى 30 مقعد وأكثر سنويا إذا قدرنا إن شاء الله. وهذه مطالب كانت في جلسة أحد جلسات مجلس الأمة. في دعم مادي عندنا في الوقت الحالي، لأنها تعتبر أدنى، لأنها هي ما هي مصنفة، ما هي موجودة في القانون والكل عارف، ولكن صنفت كأدنى يعني الإعاقات، ويتقاضون مبالغ مادية 185 دينار على ما أعتقد، يعني إذا كنت بانك مخطئ، بالإضافة إلى الدعم التعليمي إلى غاية 18 إذا أنهى دراسته، وإذا ما أنهى واستكمل قصدي دراسته ما بعد هذا إلى 26 سنة حتى للدراسات العليا. شكرا دكتور. أحب أضيف بعد يمكن شيء للقانون المعاقين اللي قبل شوي تفضل فيه الدكتور. فعلا هو مذكورة طبعا صعوبات التعلم في القانون، لكن احنا نطمح إن شاء الله بالمستقبل أن يكون في تفسير للقانون يوضح ما هي الخدمات التعليمية، غير واضحة. ما في شيء الآن يلزم إدارات المدارس أن تقدم الخدمات التعليمية اللي وضحها لنا العلم الآن، سواء غرف مصادر أو خطط فردية أو توفير المعلمين المتخصصين. في مجموعة أسئلة أنا قاعدة أحاول أني أدمجهم مع بعض لأن في تشابه كثير. في أولياء أمور هني دكتور من بالحضور قاعدين يسألون عن المعايير. احنا الآن تكلم الدكتور عن البعثات وغيره، نرجع إلى الوراء قليلا، نبي نعرف شنو العامل. السنوات اللي مضت التقينا مع مدير الهيئة وكان في مشروع كبير للمعايير اللي تقيم من خلالها المدارس، يحبون يعرفون أولياء الأمور شنو صار على هذه المعايير، وشلون الآن الهيئة قادرة إنها تقيم عمل المدارس وتوجهها إلى الأفضل.
طبعا احنا الكل يطمح في هذه القاعة ونتكلم نبي افضل مخرجات تعليم لعيالنا، صح ولا لا؟ الكل يتفق ما في شك. فلذلك احنا سعينا، ويمكن الاخت حنان، الدكتورة حنان ما ادري ويني بس ساعة تناقشني في عملية، وكان هذا وكان يلوموني: دكتور انت دائما تتكلم في استراتيجيات وتتكلم عن معايير، والاخ فيصل موجود ومع التعليم الخاص كذلك تتكلم عن معايير معايير. قلت له اذا ما تكلمنا عن معايير وحطينا معايير ما عندنا مخرجات تعليم. للاسف عيالنا قاعد يكبرون، ليش لا ليش ما اطمح انه يخلص الجامعه؟ ليش ما اطمح انه يصير دكتور؟ ليش ما اطمح انه يصير قيادي؟ لا، من حقه يصير قيادي، بس اوفر له البيئه المناسبه. شلون اوفر له البيئه المناسبه؟ اذا ما فندت المعايير لكل مؤسسه تعليميه تقدم هذه الخدمات. انا كان عندي علامات استفهام على المعايير اللي وجدت السابقه، كان وضعت صار اجتهاد طيب من قبل الموجودين، ولكن انا عندي كان علامه استفهام. انا اسعى دائما انه المفروض المعايير تمشي على مسارات الاعاقه من ضمنها صعوبات التعلم. اذا ما حطيت معيالي صعوبات تعلم ما اقدر احاسب، ما اقدر يا جماعه احاسب المدرسه صعوبات تعلم كان اعاقه حركيه ولا ذهنيه. فلا بد معايير مغننه حتى اضمن الرياده الاداريه. انا خل اتكلم عن صعوبات التعلم كمثال، رياده اداريه، بنيه تحتيه، كوادر قادره. تفضلي. صح كلامك 200%. انا قسمت برنامج دكتور، انا قاعد احضر دكتورات الاي دي اتش دي، لما هي طلبت عينه عشان اطبق حق البرنامج مالي حق الاي دي اتش دي، شوفوا ما نقدر نساعد لهم. ليش؟ كان يقول كل الاعاقات اللي موجوده عندنا في المدرسه هي اعاقات تعليميه. اذا من البدايه يجب ان يكون هناك اليه تشخيص صح حق الاي دي اتش دي، اليه تشخيص صح حق صعوبات التعلم، اليه تشخيص صح حق سلو ليرنينج، عشان على ضوءه تقدر تحط خدمات، تقدر تحط برامج، تقدر تحط استراتيجيات. ما انتوا عندكم باب التشخيص خطا، وهذا اللي انا من الساعه قلته وذكرته وزعلت عليه الدكتوره فاطمه. بس خل اذكر شغله مدام، خلوني اضيف شيء مهم جدا قبل. اي نعم نعم. شوفي انا راح اعطيك الحين ابرد قلبك، بس خلنا نتكلم عن إيه؟ عن عن الخلل الموجود عندنا إيه؟ وبعدين اترك حق دكتوره فاطمه واترك لك. في السابق ايام ما كانت الهيئه تسمى مجلس الاعلى، مجلس المعاقين، كان هناك تصنيف بجانب تشخيص الاعاقه التعليميه. بعد ما تم انتقال مسماها من المجلس الى الهيئه، وجئنا كمختصين في المجال بحذف هذه والاكتفاء فقط بإعاقة تعليمية، وهذا يسبب لنا ربكة في العمل وربكة في تنفيذ بعض النشرات. صح صح. فحابين بس نستفسر عن هالموضوع. شوفي إمكانية لإعادة ما أجاوب. بس بارك الله فيك. أنتم ما شاء الله مختصين، وأنت تدرسين دكتوراه، فتحتي كتاب قالوا لك إعاقة تعليمية ولا أعطاك التصنيف العالمي في الكتب؟ لما أتكلم عن التصنيفات يتي في شيء اسمه إعاقة تعليمية مبهمة؟ ما في تصنيف محدد، صح ولا لا؟ تصنيف محدد، صعوبات تعلم، attentional deficit learning disabilities whatever، إنزين، وباختلافاتهم وباختلافات صعوبة، لأن كل واحد يأخذ نهج معين في الرهاب وفي الليرنينج، صح ولا لا؟ احنا للاسف انا اقر واعترف اقول لك عندنا في عمليه التصنيف والتقييم التعليمي في ربكه، في خلل، وهذا
أول أسبوعين مع يمكن بعض المدارس ولا بعض المؤسسات التعليمية وبعض جمعياتنا في العام، كان عندي وقفة على جميع التقارير اللي طلعت بإعاقة تعليمية. صوت شنو إعاقة تعليمية؟ شو اللي تبين لي؟ هل أنا أحطها بس لمجرد الدعم؟ لا. لذلك أنا قلت نحتاج إلى تضافر الجهود، ولذلك إحنا عندنا مشروع للمشروع الوطني للمركز التشخيصي في توجهين طبي وتعليمي، زين، وراح يكون عندنا نهجية فيه وآلية وماشيين فيه الآن، يعني نطبق فيه يعني كتابة الدرافت ماله. لكن أنا ما أقدر على الوضع الحالي الموجود آلية التشخيص وآلية وضع المعايير وضع هذا، لابد أستعين، وهذا عندنا توجه آخر وراح نقدم مقترح الاستعانة في جمعيات النفع العام في مع وزارة التربية. وزارة التربية لها دور، احنا كهيئة أنا شفنا أن وزارة التربية ما لها دور معنا. زين أنا ما أقدر أخذ الجمل بما حمل، هذا ما هي وظيفتي كهيئة. فلذلك كان في تضارب الأدوار في الهيئة. أنا مو شرط إني أنا على قولتهم أكوش على كل حاجة، لا، إحنا عندنا أنا أتكلم شفافية على فكرة، ها، ما عندي أي مشكلة في الكلام الشفافي طالما في مصلحة العامة. إحنا عندنا لابد، أنا لما أتكلم على أسس ومعايير، ليش أنا عدت المعايير؟ من ضمن المعايير دراسة حتى في عملية التشخيص، الاستفادة في المؤسسات اللي قاعد تقدم اختبارات. أنا الهيئة ماني قادر، مش عيب، هو عندنا القانون سمح لنا ولا ما سمح لنا؟ الدكتور علي أي مادة تسمح لنا في الاستعانة؟ أنا بقرأ لكم إياها. مدام توصلنا للتشخيص وتداخل التخصصات، ما غالب أقولها، نقول حق دكتور بس أبين لهم المادة. نوضح نقطة، المادة التاسعة من نفس القانون اللي بتعمل به الهيئة بتنص على أنه الهيئة التزامها توفير التمويل للاختبارات والتشخيص، وعلى وزارة التربية. هو مو شغل التشخيص، مو شغل المجلس. شوفي خل أقول لك دكتور علي، خل أقول لك شوف في فرق، بوضح لكم القانون بس. فندي القانون راح تكتشفين أمور ترى كثيرة، تلتزم الهيئة وتلتزم المؤسسات وتلتزم شنو الحكومة معاي. صح، هذه الخدمات، واذا لم تكن راح يقاضي الوزاره. صح، احنا عارفين معرفه. خل اقول لك بعض الامور. تلتزم الحكومه بتقديم الخدمات الحكومه بتقديم الخدمات التعليميه والتربويه والوسائل التعليميه للاشخاص ذوي الاعاقه وفئتي البطيء التعلم وصعوبات التعلم على قدم المساواه مع الاخرين في التعلم، مع مراعي، بغض النظر عن هذا ما يخالف، بس مع ما يعني وضعت، انا عارف شو تبي تقولين، مع مراعاه الاحتياجات الخاصه من الاتصال واللغه والترتيبات التيسيريه اللازمه وتوفير الكوادر التربويه والمهنيه المتخصصه لهم ورفع كفاءتها. فانا ما اطالب جهه الهيئه بتوفير كل الامور هذه من غير تفعيل مواد، وهذا احنا قاعد نسعى عليه، تفعيل مواد الشراكة المجتمعية. وأمانة أكون واقعي معاكم، خلال الأسبوعين أو الثلاثة اللي طافوا لاحظنا يعني أمانة شيء إيجابي جدا في عملية تسابق مؤسسات الدولة في التعاون مع الهيئة، وهذا شيء إيجابي. وايد وزارات منهم يونا أمانة، ها، وبلشنا الآن أول المراحل في عملية تنسيق زيارات ميدانية معهم. فقد يكون دور المؤسسات الدولة مقيد من قبلنا، إحنا ما عرفنا نوصل لهم، هذا وارد، ما عرفنا نجد الآلية. فلذلك إحنا دور الهيئة المفروض نقعد مع المؤسسات من ضمنها التربية، ها، نبين دور التربية ودور الهيئة، ولابد نسوي بروتوكول تعاون شلون نوصل إلى أفضل خدمات تقدم لهذه الفئة. والسلام عليكم.
شكرا لك دكتور. انا متاكده الكل سعيد اليوم انه يسمع. بعطي دكتوره فاطمه الان توضح لنا بس التشابك بين الاضطرابات والتشخيص. بس انا متاكده ان الكل سعيد ان الان يسمع الكلام الايجابي. واهم شيء كان في كلمه تعاون ما بين الهيئه وما بين وزاره التربيه، لان احنا كمواطنين وكاولياء امور احنا عانينا من حاله الشد والجذب والحرب اللي كانت بين وزاره التربيه والهيئة. وإحنا بالنسبة لنا كمواطنين أنتوا كلكم الحكومة، ترى بنحاسبكم. تفضلي دكتورة فاطمة بس وضحي لي. أول شيء أشكر دكتور طارق على سعة صدره. إحنا قايلين لك جايبين لك بعد أنت الحين من المشاهير. إحنا بس أنا أحب أقول إن أيام ما كان المجلس الأعلى ولما صار الهيئة، ليس من وظيفة لا المجلس الأعلى ولا هيئة المعاقين إنها تشخص، وليس من وظيفتها إنها تعالج. هي مظلة تحوي الجميع. حتى الحين الدكتور طارق قاعد يقول إحنا بنسوي وحدة تشخيص. مو من حقكم تسوون وحدة تشخيص، لأن لما تقول أنا بسوي وحدة تشخيص معناته أنت تلغي كل الباجي وتقول أنا أشخص. لا يجوز، لا يجوز إن نحدد ونقنن في جهة واحدة، نحجم في جهة واحدة تشخص أو تعالج. في وايد مختصين في كل مكان، في الزين في الشين لا يمنع، في كل مجال البشر. الشيء اللي أنا حبيت أقوله إن إحنا لما نقول إحنا قاعد نحط معايير، إحنا الهيئة السابقة الدكتور جاسم بذل وقت وجهد وفلوس عشان يحط كل هالمعايير بغض النظر عن علامات الاستفهام، بس لازم ناخذها ونحط ببالنا ان نبني عليها بدل ما ننسفها ونقول بنبني مره ثانيه، بندور في نفس الحلقه المفرغه وبنسوي معايير وبنسوي مره ثانيه حق المدارس وحق الطلبه وحق التشخيص وحق العلاج. هذه واحده ثانيه. الثالثه اللي مهمه انا بالنسبه لي ان احنا ما زلنا نتكلم عن الاعاقه التعليميه وما زلنا نتكلم عن شنو الاي دي اتش دي وشنو الاعاقه التعليميه. يا جماعه يا اهل ويا مختصين، في فرق بين التشخيص وبين الإعاقة. التشخيص هو المرض أو الاضطراب أو أي كان، الإعاقة هو ما يؤدي إليه هذا الاضطراب من إعاقة الطفل أو الشخص أو الإنسان من أداء حياته الطبيعية، سواء كان بطء تعلم، سواء كان ADHD، سواء كان صعوبات تعلم، ثلاثتهم يؤدون إلى إعاقة تسمى إعاقة تعليمية، وهي ليست صحيحة، لأن إحنا ركزنا على الإعاقة التعليمية كونهم قد ما تشكل. مو كل ADHD عنده إعاقة تعليمية ولا كل LD عنده إعاقة تعليمية، بس الإعاقة تحصل لما يسقط الياهل بالمدرسة، الإعاقة تحصل لما الياهل يبذل يقعد طول اليوم يدرس بالمدرسة ويرجع البيت يدرس لحد ما ينام ويقوم الصبح وهو يراجع المادة عشان يقدم امتحان وما يب فيها زين ويقولون عنه كسلان. لو شوية يركز أكثر، شلون يركز أكثر؟ ما عنده وقت يركز أكثر، ما عنده وقت يشرب ماي. يعني لما يوصل لهالمرحلة هو أدى إلى أنه عنده إعاقة. ولكن وايد ناس كانوا ADHD. أنا أعرف واحد الحين بالثانوية يمكن للحين يقول لي أنا، وأمه كانت تقول طبعا هو طول الوقت واقف بالمدرسة بس عمره ما تشخص ADHD لأنه كان شاطر. وايد من المدرسين ترى يتغاضون عن الشيطان والشوية إذا كان شاطر، فينجح شاطر خله واقف. وهذه وايد مهمة ترى، خله واقف، خله يلعب بالقلم، خله يشرب ماي، فمخلينا. وما زال الحين أقول له شلون للحين واقف، يقول لا الحين أقعد بس لازم أرفع رجلي فوق الكرسي. فهو انا لو يني اشخصه ADHD بس بدون ما يكون عنده اعاقه، ما اثرت عليه، خلتها هو في مجاله، ابدع في مكانه لانه ذكي، قدروا بالمدرسه بالتغييرات والمساعدات اللي عطوه والدعم انه يمشي حياته طبيعيه بدون ما حتى يتشخص. ما حد قال حق امه تعالي خذي شخصي لانه عنده ADHD بس ما في اعاقه، ما حد اصلا. Nobody cares as long as there is no problem. الناس لما يجون يدورون ما يدورون لأنهم يبون الإعاقة ويبون دعم، هم يدورون لأنهم تعبوا، لأن الناس الأهل تعبوا والياهل تعب والمدرسة تعبت والاشتباكات اللي تصير بين المعلم والطلبة ترى هذه وايد قوية. وعادة المعلم عند الإيد العليا، ذبحتونا. ولما أنا أقول سووا شيء يقول دكتورة ما تفهم شيء، إحنا اللي نعرف الياهل وإحنا اللي ندرس. والإدارة مع المدرس، إذا المدرس قال الطالب يطلع من الفصل يطلع،
إذا قال ينفصل ينفصل. دكتورة فاطمة ما تقدر تسوي لكم شيء كلكم ترى، ما حد، أنا ما أقدر أسوي شيء والله من صدقي ما تغشمر. تفضل. بوضح دقيقة بس بارك الله فيك. فهي هذه مهمة أن تكون، يعني لما نقول إعاقة ونقول تشخيص شنو الفرق بينهم وشنو اللي يؤدي إلى الثاني والمجلس شنو مطلوب منه. يعني أنا خفت أتكلم عن إعاقة وتشخيص تقول أنت مدير الهيئة. إيه طبعا ما فسكت تداخل. فالأمر بالنسبة إحنا لما قلنا المركز تشخيص يا جماعة، بداية كلامي كانت تعاون بين مؤسسات دولة. إحنا جهة متعاونة، المفروض الصحة والتربية، وهذا كلامي واضح، مش أنا وأنا كلامي واضح لما أقول مركز تشخيصي. مركز تشخيصي مستمد مستوحاة طبي وتعليمي مع ناس كوادر متخصصة من الصحة والتربية، هذا كلام واضح. وأنا أنا أنا قلت هيئة تخطيط وتابعة، وليس لأن في البداية قلنا عندنا إحنا خلل في التشخيص لأن ما إحنا الناس ما عندنا الناس القدرة على عملية تشخيص داخلية. زين، الأمر الآخر يا جماعة الخير، يوم قلنا إحنا عملية ما ننسى في المعايير، هل معناته لما نقول نطور المعايير ها اللي قبلنا خلينا نقول من عمل بالفيزياء نسفت؟ أيوة إحنا قلنا اجتهدوا وأدوا، وبالعكس ومن كانوا في اللجان معانا حاليا في اللجنة احنا نقول اجتهدوا، ولكن احنا عندنا وجهة نظر في الوقت الحالي هو عملية تحديد المعايير على مسار الإعاقة، هذا كل اللي قلته. ولا عمل مجهود كلنا قولتيني كلام باكر يطلع بالجريدة وقال ايه دير بالك عندنا لا جرايد ولا تلفزيون، لا تخاف دكتور. الحين تفضل دكتور يجاوب. عزيزي الكريم، أنا هذا اللي قلته ومن دورات قدمتها من 10 سنوات إن لم يكن من 15 سنة، قلت لهم يا جماعة إحنا إذا ما هيئنا كوادر متخصصة قادرة على التشخيص ها في المدارس ما راح نوصل إلى أي حل. مساع قالت الدكتورة فاطمة إحنا قبل بالسابق اللي يسقط هذا قبي وطرقات، صح ولا لا؟ تدريجيا الآن مع تغير سياستنا إحنا مع التعامل مع الأبناء ها لا مسكين سقط له نوبخة وكيت وكيت بشيء يعني يتماشى مع الوقت الحاضر. إحنا شو نقول؟ نقول يا جماعة الخير لن نستطيع ولا راح نوصل، وأقول لك ياها ورد أقولها السنة الجاية ما نوصل ولا راح نسوي شيء إذا ما كان كسر طلعنا هني وسكرنا الباب السلام عليكم عليكم السلام. إذا ما بدينا بخطة تنفيذية أنا عساس كذي أقول ما نستطيع نعمل شيء إلا إذا نمكن نفسنا ها، ولابد نحط آلية تمكين ها حتى نستطيع. هذه أنا أقول لك التربية لها دور كبير كمركز تعليم. صح كلام الأستاذة سعاد. صح كلام الأستاذة سعاد. بس أرد على الجزئية. دورنا إحنا دور التربية يا جماعة ها، وهذا نص عليه القانون مو أنا، هذا نص عليه القانون إن هذا دور، ولكن دورنا إحنا يأتي دور رقابي مع وزارة التربية لتنفيذ. قد نعمل بروتوكول معين لنحقق طموحنا وهذا اللي احنا قاعد نسعى له الان، نعمل بروتوكول نلزم نفسنا احنا كهيئه ونلزم وزاره التربيه. انا عزتي اقول يا جماعه الخير كجهه تنفيذيه وزاره التربيه سعت في الدمج معاي، وسعت ايضا عندنا في التعليم النوعي انا ذاك في الدمج، لكن عمليه الدمج كانت في نقاط معينه ما اقدر ادمج اذا ما حطيت 1 2 3 4 5. احنا لا ناخذ السرعه في القرار، يا ناخذه بسرعه وناخذه او ما ناخذه. فلذلك احنا ليش ما نمشي بخطوات ثابته
ليش ما نحط؟ مو كلنا ما شاء الله مختصين ونتعاون، ها؟ ليش ما نحط لنا استراتيجية واضحة؟ ليش ما نقول يا جماعة تعالوا المساهمة ولا المشروع الوطني للدمج؟ احنا عندنا الان، احنا بلشنا في احنا عندنا مشروع الان من خطة التنمية في الدمج ومدخلين فيه، وعندنا مشروع ثاني اقر في دور مؤسسات المجتمع المدني، اقر من طالبناه من التخطيط من تنمية واقر لنا. مو تنطرينا لما نخلص، ما تنطرينا، مو هذا اللي اقوله انا يا جماعة. انتم يعني ما ادري شلون اوصلها، احنا لا ننطر، احنا ناخذ خطوات تنفيذية. بالنسبة للجامعات احنا مستعدين لكم، مستعدين. انا راح اعطي فرصة للدكتورة هدى تجاوبك على موضوع الجامعات ووضع الطلبة بالجامعات، لان هي اليوم تمثل لنا جامعتين من الكويت، جامعات خاصة طبعا. بالنسبة للجامعات، لوضع الجامعات، رح أحكي كوني منسقة الخدمات الاحتياجات الخاصة بجامعة الأمريكية في الكويت. في شيء ضروري كتير على أولياء الأمور أنه يعرفوا بالمرحلة الدراسية لغاية المرحلة الثانوية تكون كل الأمور تحت سيطرة ولي الأمر والمدرسة. يعني في برنامج تربوي فردي خاص بالطالب، وفي متابعة واضحة ودائمة من قبل ولي الأمر لهذا الطالب. بس ينتقل الطالب من المرحلة الثانوية للمرحلة الجامعة تختلف كليا القوانين، وهذا يمكن ركزنا عليه وقت بلشنا محاضراتنا، أهمية التوعية وتدريب الطلبة قبل انتقاله للمرحلة الجامعية. هل تدركين انه نحن عندنا مثلا بالجامعة الامريكية بكل الجامعات هيدي قوانين عامة، نزولا عند قانون الكونفيدنشاليتي السرية، ممنوع نحن نتواصل مع ولي الامر اذا ما اخذنا توقيع من قبل الطالب يتيح لي انا بعد 4 سنوات من فشل الطالب المستمر، اذا الطالب ما اعطاني إذن إني أتصل بولي الأمر قل له هذا الطالب بحاجة لمساعدة أو خلص وضع على اللائحة اللي ممكن ينطرد من الجامعة، ممنوع. فهون كمان بدي أوضح شغلتين كتير مهمين بموضوع الجامعات. ما في بالكويت جامعة لديها برنامج متخصص لصعوبات التعلم أو للإعاقات، لكن خليني أقول لك ليه. لأنه حتى بالولايات المتحدة أو بالدول الخارج برا في هناك شيء يسمى بالتسهيلات، وهيدي موجودة بالجامعات. يعني خليني أقول لك، أنا بحكي لأنه أنا منسقة الخدمات بالجامعة الأمريكية، بقول لك شو موجود. موجودة بالجامعة الأمريكية، موجودة، كان المفروض يكون معنا دكتور جاد البحيري اليوم ممثل هذا، كمان موجود بالجامعة الأسترالية، بس خليني أقول لكم شو الموجود. يعني في خلط بالنسبة عند أولياء الأمور شو هي التسهيلات. ممنوع عند أي أو ما في جامعة كون البرنامج مش متخصص للإعاقات، إذا بدي أسميهم إعاقات، ممنوع إنه نمس بالمنهاج.
يعني نحن ك لما اجي انا اطلب لطالب عندي تسهيلات ممنوع مس بالمنهاج، ولكن شو الممكن التسهيلات اللي اعطيها؟ وهيدا موجود بالجامعه الامريكيه وموجود بالجامعه الاستراليه وموجود ببعض الجامعات. شو التسهيلات اللي بنعطيها؟ مثلا وقت اطول للقيام بتسليم المشاريع الطويله المدى، مثلا وقت اطول لما يقوم بالامتحان اللي حديثا بلشنا نعطيه بالجامعه الامريكيه، قراءه الامتحان للطالب، قيام الطالب بالامتحان خارج الصف بقلب بمكان خاص له، هول موجودين. ولكن شو المشكلة؟ الطالب ما بيعرف انه هذه الخدمات موجودة، ونحن ما إلنا حق. يعني انا بحكيكم بالجامعة الامريكية، انا ما إلي حق افرض على الطالب يجي لعندي تياخد المساعدات، لازم هذا الطالب هو يروح يسأل. على طول اي لا، هو الفكرة الرئيسية انه نحن كأولياء امور الجامعات عم تعمل اللقاءات التنويرية. نحن عم يمكن دكتور أبرار حكت عن هذا الموضوع، أنه ضرورة هذا البرنامج الانتقالي من المرحلة الثانوية للمرحلة، هذا هو المطلوب بالبرنامج الانتقالي. المشكلة عند الطلبة كرمال الستيغما ما عم يجوا لعنا، بخافوا أنه بس يجوا على مكتب الخدمات الاحتياجات الخاصة يطلق عليهم أنه هنن هيدي نقطة تانية خليني جاوبك عليها. ممكن جاوبك على هالنقطة التانية كمان. بالجامعة الأمريكية وبالجامعات الباقي كل الطلبة لا خليني بس جاوبك على هيدا السؤال. لا بس اليوم على فكرة يتمثل أستراليا اليوم أيضا. احنا بس دور الهيئة قاعد نوفر مقاعد عن طريق التعليم العالي ايضا ايضا دكتور. الجامعات داخل الكويت، داخل الكويت تقدمون بعثات داخليه يعني بس. ممتاز ممتاز. اي في سؤال فعلا قاعدين يسالون الاهالي عن موضوع البعثات وليش لا. وايضا في سؤال قبل شويه قدمته ولية امر دكتور تسال تقول ليش تطلبون ان يسجلون شهر 8 بينما الدراسه تبتدي شهر 8؟ بسم الله الرحمن الرحيم. والله يعيننا عليكم ان شاء الله. ادري همومكم كثيره، ادري همومكم كثيره انزين، وهمنا احنا اكبر في عتوني قاعد على هامش هذا قاعد اقول. بتقول لي الدكتوره فاطمه نقول ترى في امور كثيره تحتاج الى اعاده تقييم عندنا في الهيئه، كانت في مرحله تاسيس وعملوا واجتهدوا حتى لا يقولون الدكتور طارق قال، بالعكس اجتهدوا وعملوا وإن شاء الله أنجزوا الكثير، ولكن هناك الكثير لإنجازه. إحنا دورنا يا جماعة الخير في عملية البعثات الخارجية، قلنا إحنا ننسق مع وزارة التعليم العالي. يا وزارة التعليم العالي عندك مكاتب، عندهم مكاتب ثقافية زين، ما يخالف لا تزعلين مني، أنا أتكلم عن دورنا يا بنت الناس. أدري والله تكلمه من الواقع، وأنا أدري الواقع مرير في أمور كثيرة، لكن إحنا هنا هذا اجتهاد شخصي من قبلهم ومن طارق الشطي. طارق الشطي طالب في طارق الشطي الهيئة مثل الهيئة طارق مثل الهيئة. هذا شيء لازم ما ننسى يا جماعة. أنا أطلب مقاعد، ويونا قالوا لنا يا جماعة نبي زيادة مقاعد. ها طلب كان أولياء الأمور، شكلنا ودزينا وراسلنا خلال أقل من أسبوع يا جماعة أساس نزيد المقاعد، بس المراقبة والمتابعة. ها أنا ما أستطيع أتابع، أنا عندي جهاد. دورنا إحنا يا جماعة، دور الدولة يا جماعة، دورنا إحنا. يعني أنا اللي ودي أقوله لابد تفهمون، ها وانتو عيسيد الفاهمين ان شاء الله حتى لا احد يفهمني غلط لما اقول فهمون. تفضل بارك الله فيك.
في إعادة تقييم. مو انا قلت بالساعه قلت لكم بدايه حديثي عن التقييم. دكتور هو اصلا ما يشجع ان الهيئه تقوم بالتقييم. تفضل. ايه انا ما ودي احنا امانه معلش فيصل كان لك سؤال بس ودي اتكلم. احنا يا جماعه الخير ليت بابي اقول عندنا احنا البيت مبني حتى لا تقولون دكتور طارق البيت مبني ولكن جيت بتضيف عليه دور ثاني وثالث. هل بتجي وبتحط مباشره الاثاث قبل البيت ولا بتبني اول شيء اساساته؟ يا جماعة احنا عندنا امور كثيرة عملت وتم اجتهاد طيب في الهيئة وناس بدوا مع التأسيس فكان الخطأ وارد واللي في الجامعات ويعرف ان الخطأ وارد حتى في الابحاث لما تمشين بالاسس. فلذلك ليش تردين تعيدين وتسوين؟ لان الامور الخطوات هذه التنفيذية وارد فيها الخطأ. اني بالنسبة انا بداية كلامي وتكلمت وانا هناك تعمدت في عملية التشخيص. زفتني دكتورة فاطمة قالت لا تكلم عن التشخيص. انزين انا اتكلم التشخيص في لا تظلم الهيئة في عملية. احنا خذينا قرار خاطئ في التشخيص عندنا وانا اقر واعترف. لذلك اقول التشخيص في تعاون الجهات والهيئات المسؤولة. لما اطلب من تشخيص وناس كثيرين قالوا يا جماعة في ناس ما يستحقون خذوا وفي ناس استحقوا وما خذوا وفي ناس. إذا أنا ما قننت التشخيص وسويت مركز تشخيصي مع الجهات المسؤولة والكوادر اللي قادرة ها أنا ما يمنع أجيب فرق عمل من برا ها تدرب كوادر وطنية عندي. ليش ما عملت هذا من سنوات؟ صح ولا لا؟ فلذلك إحنا نمشي خطوات. إحنا الآن عندنا في الهيئة نظام الميكنة خلصنا منه بالميكن بنفتك. أنا كل ما أرجع تويترات وهذا للساعة 3 بالليل. الله يعينك إن شاء الله. بالسلمية. لا. لا خليني جاوب على هالسؤال بنفس الوقت هو نفس السؤال اللي طرحته اي لا خليني لكم شو السبب لانه نحن فعلا عم نطلب اعادة تقييم. ليه؟ في اوقات كتير طلاب عم يستفيدوا من قصة التسهيلات اللي عم نعطيها ويصيروا يطلبوا تسهيلات وهي مش حق لهم. فنحن حتى نكون قادرين على خدمة طلبة اللي هن فعلا بحاجة. يعني وصلنا لمحل أنا عم بحكي عن الجامعة الأمريكية صاروا الدكاترة هن يتململوا وما بقى يعطوا تسهيلات لأن كل الطلاب بدها تستفيد من هالتسهيلات. فتنحنا نقدر نقول للدكاترة للبروفيسورز اللي عم يشتغلوا بالجامعة إنه هذا الطالب فعلا يحتاج إلى هذه التسهيلات. كنا بحاجة إنه نطلع على تقارير ومستندات وإعادة وتقييم قائم ودقيق على ما هي الصعوبات اللي بيعاني منها هذا الطالب بناء عليه بنعطيه التسهيلات. خليني بس بدي وصل لك هال لا اذا كان الاعاقه جسديه بحاجه فقط لا تقييم طبيب. اعاده
إعادة التقييم ترى عالميا يعني عالميا في إعادة التقييم، ولو ترجع إلى فنلندا وترجع إلى إيرلندا وترجع إلى أمريكا وترجع إلى بريطانيا في إعاقات معينة، خلينا نكون واقعيين حتى نكون واضحين. أنا بغض النظر ما أقول عن إعاقة ولدك الله يحفظه ويعيدك إن شاء الله، بس أتكلم إعادة التقييم ترى ما هو إجرام في حق المعاق، ولكن في إعاقات معينة ترى هذا حق مشروع في جميع الدول العالم مو بس الكويت. ما يخالف احنا خل اقول لك شيء يا جماعة الخير، احنا عندنا كان خلل في عملية روتين المستندات والدورة المستندية هذه. احنا عملنا الان نظام الميكنة يعني احنا يا دوب انا رديت فنت الكراسة وشفت فيها خلل وطرحتها حق مستشار يعدل فيها اسبوعين ثلاثة خالصين، راح نطرحها بعد 10 راح نعلن عن الميكنة من تقديم خدمات وارشفه واداريا خلال ان شاء الله. ما اقدر اطرحها الان اقول خلال كم، لان بعد ما قالوا لي الشركه كم، لكن انا اقول لك خلال شهر طارح الكراسه، والوقت اللي قالوا لي اياه 6 شهور إلى 8 شهور. ذيك الساعه اقول لك تعالي حاسبيني، خل القى لي نظام اتكل عليه بعد الله سبحانه وتعالى. ما عندي نظام انا ورق ان شاء الله. الله يوفقكم. شكرا دكتور. انا على فكره كثرت الاسئله، بس ابي اعلق. تفضل اول اخ، تفضل قاعد ينطر. اي تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. بدايه بدء احب اشكر رئيس مجلس اداره الجمعيه الكويتيه لاختلافات التعلم الاستاذ امال الساير على هذه الجهود، وايضا المدير التنفيذي الاستاذه نوريه العميري والمنسق المميز للجمعية على الجهود حقا التي يبذلونها في توصيل هموم أولياء الأمور إلى المسؤولين. وكذلك أشكر طبعا تواجدك على رأس هرم الهيئة، وأيضا قاعد نتابع أيضا تواجدك في كل المحافل المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة. مداخلتي بالنسبة للمركز الوطني لقياس القدرات، طبعا ليس هو مركز كما هو مفهم من قبل الدكتورة أنه هو جهاز داخل الهيئة. هو كان المشروع بصفة الكلية أن يكون تعاون ما بين جميع المؤسسات المعنية بتشخيص ذوي الإعاقة وتأهيل الكوادر. أي نعم. وفي الدول المتقدمة يعني تكلم الدكتور، بس دقيقة خليني أكمل كلامي، على أن يرأس زين دكتور خليني أكمل فكرتي. وبالدول المتقدمة أن يرأس هذا الجهاز طبعا شخص طبي، هذا ما في روح تعال، شخص طبي. لكن أنت طرحت نقطة جدا حساسة، ما بين دائما إحنا تصير بيننا خلافات، إن شاء الله اختلافات تنوع ما اختلافات تضاد. الجانب الطبي دائما يختلف على الجانب التعليمي. أنت ويك تيت الحالة تقريبا أو تي الحالة مدة من 6 إلى 7 ساعات للتقييم. إحنا الطفل يطول عندنا طول العام الدراسي وإحنا نلاحظ فيه والراقبة. فأيضا موجود شيء في الاختبارات والمقاييس اسمه ألفا وبيتا، اللي هو القبول الزائف أو الرفض الزائف. ممكن الطفل يظهر أداء معين لكن الواقع يخالف ذلك، لما عندي لا ما يظهر هذا الأداء. لما عندي أنا أظهر أقول ترى أنا ما أشك في نتيجة الاختبار، لكن أقول يرجع إعادة تقييمه مرة أخرى أنه أظهر بعض الخصائص 1، 2، 3، 4، 5 يرجى التأكد مرة أخرى من هذه الخصائص. فحتى في الاختبارات المقاييس يوجد هناك شيء اسمه ألفا وبيتا، القبول الزائف أو الرفض الزائف بالنسبة للاختبار. هذا توضيح بس، فهو اختلاف تنوع ما هو اختلاف تضاد إن شاء الله. إيه لا طبعا أنا مو قصدي يعني لا أصلا، بس هو التقييم والتشخيص كانت الهيئة أيام ما كان مجلس معتمد على الأخصائيين في وزارات الدولة وفي وزارة الصحة، فهو كان موجود يعني مو شيء جديد. يمكن ما كانوا مجتمعين، كانوا يعني ما أدري أنا شنو فكرتكم إنه بيكون وين مكانهم أو بيكون مكان محدد، بس هم اللي كان موجود يعني كان رائع، لأن كل قسم أطباء الطب التطوري ولا أطباء الأعصاب ولا أطباء العظام العيون، كل قسم يشخص الحالة والإعاقة اللي عنده حسب تخصصه، فما كان في مشكلة يعني. هو بس لما نقول بنسوي المركز الوطني معناته أنتوا راح تختارون منهم ناس معينين، ما أدري أنا شنو الآلية. هو ما في مانع،
لا 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 تقولون لي ما بي، أنا بالقطاع الخاص شغلي بعيد. بس المشكلة إن شنو، حتى لما تقول لي في اختلاف بالتقييم، التقييم لما الطبيب يشخص أي شيء، لما نشخصه، لما ييكم بالتربويين يعني في درجات أو في إيه أدري فيك أعرفك، إحنا كلنا مع بعض في الهوا سوا. يعني التقييم أنواع ودرجات، لما في التقييم أو الاختبارات التشخيصية لما نشخص كحالة عامة، لما أنا أقول توحد ولا أقول ADHD، لما يروح حق المدرسة يعني أنا أستغرب لما المدرسة تعيد الاختبار الذكاء، يعني أنتوا الحين لازم تأخذون الاختبار اللي بعده اللي هو يبين نقاط الضعف والقوة عند الطالب. الاختبارات اللي احنا نسويها نقارن الطالب بأقرانه بالضبط، العاديين طبعا العاديين، لما أيكم أنتوا تقارنون الطالب بنفسه وتشوفونه هو وين يقع، نفسه هو مقارنة بنفسه. فالاختبارات تختلف وتتدرج. احنا مشكلتنا بالكويت كلنا نعتمد على اختبار الذكاء وعلى الرقم، يعني اختبارات الذكاء اصلا تبين لك، انا اختبار الذكاء لما ييني ما يحتاج انا اسويه ولا هذا، الدرجات اقول لك ممكن يعني مو عن نفسي بس يعني ممكن اختبار الذكاء يعطيك وايد اشياء، يروح المجلس ويقول لك لا دكتورة هو يعني انا مو انت، ما قاعد اتكلم عنك، ها انا ايام قبلك كنت قديمة. It is one indicator طبعا، بس هو حتى اختبار الذكاء في وايد، يعني لما ييني انا الحين ويكسلر اللي تعتمدون عليه، لما اشوف درجة اللفظي 70 واشوف العملي 90 ولا 100 يعطيني مؤشر، تقدير العام يطلع 80 ويقول لي لا هو بطء تعلم. انزين انت طالع الفرق اللي بين الاثنين، طالع الطالب. فهو مشكلتنا احنا ان ناخذ رقم والرقم النهائي وفقط ونعتمد عليه ونبني عليه وايد اشياء، وهذه تتغير. واحدة من الاشياء الثانية ان اختبار الذكاء لما يصير اليوم 70 مو الا السنة الجاية يكون 70، مو الا يكون، يمكن يصير 60، يمكن يصير 90، هذا متغير بالضبط. يعني التطور النمائي، الشيء اللي احنا شوية نوقف مع الدكتور طارق يعني عشان شوية يهدي، ها التوتر يخف. يعني والله الحين انا معاك، والله معاك، اتذكر ايام اول الصباح. إعادة التقييم أنا سمعت من أم قالت لي كل سنة وأم قالت لي كل سنتين، وبصراحة هذه يعني أنا يعني بوقف ضدها، بس هو إعادة التقييم لازم تصير لأن الطفل يتغير. الوظائف التنفيذية اللي تكلموا عنها وايد من المتحدثين ومن الدكتورة هدى، الوظائف التنفيذية المايلستون مالها اللي هي المرحلة اللي تنضج فيها النضج التام 21 سنة. شو رأيكم لما إحنا نشخص واحد بس 21 سنة الوظائف التنفيذية تنضج وتكتمل، وهذه المعلومة الأكثر ناس عرفوها وطبقوها اللي هم حتى 30 اللي هم التأمين، وهذه دائما أنا أقولها شركات التأمين لما تأمن على واحد يسوق سيارة عمره 18 سنة أعلى، وبأمريكا 16 سنة يأخذون منه أعلى لأن هذا بسرعة طايش وبسرعة مندفع، بس لما يوصل 21 تهدي الأمور. ووايد منا إحنا يعني نتغير، العيال يدشون مثل ما تفضلت واحدة من المحاضرات إنه يدخل الجامعة فجأة تلاقي السنة الجاية حتى شكلها كبرت، كنا كانت قصيرة صغيرة لما دشت الجامعة، كبرت صارت طويلة صارت كبيرة، كنا بعد البلوغ ما يطولون الناس، بس والله طالت تغيرت. الأمور تتغير على أعمار معينة، فلازم نعرف هو وين واصل في هالمرحلة عشان يقدرون يقدمون لنا الخدمات اللي محتاجها، أو مثلا تغير مرحلة لمرحلة أو عمر لعمر. أحيانا بالتشخيص بالبداية بالذات صعوبات التعلم لما نشخص وهو صغير، ترى مرات حتى أنا أشخص بس أقول يعني هو خلنا أعطيه فرصة، مو إلا يكون صعوبات تعلم، مو إلا يكون ADHD، بس إحنا معايير تنطبق ممكن تنطبق عليه، بس ممكن تكون مرحلة تطورية قاعد ينمو فيها وتروح بعد سنتين ثلاثة. فبالبداية ممكن إعادة التقييم تكون سريعة بس بعدين ممكن تقل شوية. يعني سؤال، تفضلوا الأسئلة ترى حق الدكتور طارق مو حقي. دكتور طارق ممكن لا سؤال الأهل والله يدفعون دكتور طارق.
القطاع الخاص. دكتور طارق، في بس هم ثاني لأولياء الأمور أتمنى يعني. السلام عليكم يا جماعة، أحب أول شيء أرحب بنجمتنا نجمة الكويت، وأنا وايد يعني منبهرة من انفعالها معانا، يعني يبرد القلب صراحة، برد الله قلبك صراحة. أي والله بردتي قلبنا. أنا يعني أنا ودي أي والله، أي والله بردتي قلبنا، الله يبرد قلبك. أنا ودي أتكلم عن يعني يا جماعة، في عندنا في عندنا هم ثاني دكتور طارق. أنا متأكدة أن أولياء الأمور الحين يشاركوني، اللي عندهم عيالهم بالابتدائي والمتوسط والثانوي خلي الجامعة للحين ما وصلنا، وفي المدارس الحكومية اللي بالخاصة في مدرسين، في صفوف خاصة، في ما شاء الله لا إله إلا الله، عندنا فوزية سلطان ما قصروا، عندنا دسمان، عندنا بدون أسماء يعني ورائعين، وإحنا دخلنا عليهم ولقينا. أنا أتكلم أنا أتكلم عن الحين المدارس الحكومية. اولا عندنا، وهذا انا اعرفه يعني انا داخل عليهم كل معظمهم، اما مدرسه حكوميه والطالب مهمل في المساء بالصف، او ما قصروا والمجلس الاعلى عطوا اولياء الامور 3000 ومبلغ وقدره ومع زياده انه يوديه مدارس الاهليه الخاصه، اللي قاعد الطالب ما يداوم واخر السنه ياخذ الشهاده، يطلع من رابعه ثانوي لا يعرف الف باء، يروح امريكا يفشل 3 سنوات، يرجع مدمن مخدرات، واستاذه سعاد عندها حالات يتها. انا اسال سؤال، هذا الطفل، انا اتحكى عن الاطفال اللي عندهم صعوبات تعلم، اللي بالحكومه مو قادر يمشي، عياله ما يدون يودونهم الخاصة لأنه هو وصل إلى 5 ما يعرف لغة إنجليزية، اضطروا يودونه إلى المدارس الأهلية، المدارس الأهلية حاطينهم مع صفوف العادية، نجح 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 ما يداوم الطالب، آخر السنة ينجح، نعم، لا ما في رقابة، ما في رقابة، والله ما في رقابة. هذا أنا بعلمي، وأنا عندي بدل حالة الولي الأمر 100، وأيبكم أسمعهم، أولادهم قاعدين تخرجون أستاذة أمال من الحكومة رابعة ثانوي، يجيب نسبة 5، اكو مدرسة بس اعطي 85 لا فوق ولا حدر، ماشي، ما يداوم الطالب. انزين هذا لما يدخل الجامعة ماكو شيء. انا بس اطالبكم المجلس بس متابعة، اما